العقيد معمر القذافي حذر في كلمة إذاعية، حذر الثوار في بنغازي من هجوم وشكل لاستعادة المدينة، واتهمهم بأنهم إرهابيون من أفغانستان ومصر وتونس، وتحدى المجتمع الدولي قائلا إنه سيشن الهجوم مهما تكن العواقب. خلاص الليبيين كبودهم درهم، اللي بيصير إن شاء الله العالم كله يحاربنا، يضربون إن شاء الله حتى بالقنابل الذرية. غبوين بلانا مرت فيها كرامتنا وحدتنا أهلنا أطفالنا شبابنا. خلاص حسم الأمر جايين، أطلعوا أنتم من الداخل، جهزوا من الليلة الدواف الزنادقة وفي الخونة، بس لا رحمة ولا شفقة معهم، حنقلب عليهم بالحيط حيطة حيطة، بيك واحد خاش تحت حيطة. اللي ذي هرب تركنا له طريقة وين نساعد، اهربوا بيهرب إن شاء الله ما ولا تعدوا من هذه اللحظة للانقضام على الزنادقة وعلى الخونة. بكرة نديروا فيهم مدار قدام العالم، العالم لازم يشوفهم بكرة، يشوف بنغازي هل هي خاينة ولا مدينة حرة.